وليس فينا، وهو لباس أبيض، وكل الجمع الذين حضروا في ذلك المكان لبسوا هذا اللباس. هذه النقلة لهذا الإنسان بهذا اللباس هي تنقية لهذا الإنسان على أخلاقيات متميزة. هذه الأخلاقيات وهي من هذا قضية المساواة، وقضية أن هذا الإنسان يقبل الله عز وجل فلا يتعالى ولا يقبل إلى الدنيا، وأنه سيودع هذه الحياة. ثم أيضا يشير هذا اللباس ويعطي هذا الإنسان أفق واسع، وهي عالمية الإسلام، كل الخلائق كل البشر كل الخلائق ممن اعتنق هذا الإسلام مهما اختلفت ألوانه ومهما اختلفت مناصبهم وتنوعت ومهما تباعدت أقطارهم كلهم بلباس واحد. إذا هو يحقق وحدة عالمية، وإذا لبس الإنسان هذا اللباس ينبغي عليه أن يستشعر عظمة ما يلبس وعظمة ما يقبل إليه، وبالتالي يتجنب كل ما يؤدي إلى إفساد إحرام. وإفساد إحرام معروفة لدى الجميع، منها إزالة الشعر، ومنها تقطيع الرأس، ومنها تقطيع اللسان، ومنها عقد النكاح، أو تقليم الأظافر، أو لبس المخيط، أو قتل الصيد، أو ممارسة بين الرجل مع زوجته وما شابه ذلك، أو مقبلات هذا. كل هذه الأشياء من لبس الإحرام وأحرم عليه أن يتشارك العبادة التي من خلالها أو فيها دخل. وأيضا بالنسبة للإحرام الأول له حالات، حالة استحمام الارتباع، والارتباع هو أن يخرج يده اليمين كما هو مشاهد عليه. وهذه الحالة إخراج اليد في الإحرام تكون عادة في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، بالإضافة إلى سرعة الحركة في الأشواط الأولى. سرعة الحركة أو الرمي في الأشواط الأولى فإنه أيضا ما ينبغي أن ينتبه له الحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى يري المشركين القوة عند المسلمين. وبعد ذلك الأشواط يمكن أن يضع الإحرام في صورته العادية كما تشاهد، وهكذا أيضا في بقية أعمال الحج، ولكن لا يضع الإحرام فوق الرأس، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. والإحرام على إحرام عبارة عن قطعتين، الأول رداء والثاني إزار، ولا يكون لازم خيطا، وإنما يجب أن يكون كما هو. وهكذا فهذا هو الإحرام، هذه هي هيئته. وبالنسبة إلى محظورات الإحرام مما هو معلوم، هذه الأمور أيضا ينتبه لها ولا يتعرض لها وهو يقوم بأداء، لذلك كأنه يستعد قبل الحج، تقليم أظافر، شعارات وهكذا، فإنه لا يتعرض لما لا يحل له وهو محرم. وإذا عندنا بعض الأمور جائزة مثل لبس الساعة، قال ولكن يعني يفضل طلبة، يفضل طلبة، أو بعض الأشياء التي يعني يكون مضطر إليها مثل النعاء أو غير ذلك. وبعد هذا عندما يصل المحرم وهو يقوم بأداء هذه العبادة ينتقل إلى الطواف. الطواف أعماله هي عبارة عن سبعة أشواط. يكون الطواف بداية من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. يكون الطواف بداية من الحجر الأسود ونهاية في الحجر الأسود. الطواف يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. وسابقا كان الحجر الأسود أو الأسعد يعني يعمل له خط تحت الأرض، ولكن الآن تم إزالة هذا الخط من تحت الأرض، ويمكن معرفة يعني موضع الحجر الأسود من خلال إبار. سابقا كان يرميه خط، ولكن الآن توجد إبار لون أخضر في المسجد الحرام، يمكن من خلاله أن يعرف موضع الحجر الأسود. وإنما عليه عندما يحاذي الحجر
هذا الحجر الأسود إلى الحجر بيده قائلا بسم الله الله، وهكذا ثم يواصل بعد ذلك الطواف. فهذه الحجر الأسود كما هو مشاهد مواصل بقية شريحة أخرى، هذا مما يقول انتباه له بالنسبة إلى الحطيم. الحطيم هذا لا يكون طواف داخل الحطيم، يعني بين الكعبة وبين الحطيم الذي هو الآن يعني نصف دائرة، وإنما يكون أن هذا يعتبر من ضمن حدود الكعبة المشرفة، فيكون طواف بعد هذا. وهنا كما هو مشاهد مقام إبراهيم عليه السلام أيضا، سواء طاف بعد مقام أو بين مقام الكعبة المشرفة، هذا أيضا لا يمنع. وهكذا يكون الطواف عبارة عن سبعة أشواط، وهو يبدأ في أداء طبعا هو الآن يعني الحار وصل إلى الكعبة المشرفة، فإذا كان متمتع ولن يقوم بأداء ماذا؟ يقوم بأداء ماذا؟ وإذا كان حار يقوم بأداء فيكون طواف طواف الحج أو طواف الطواف. إذا كان متمتعا هو الآن يقوم بأداء، لنأخذ الآن نحن التمتع، فإن هذا هو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. أن أميز جمع الهدي لجعلتها عمرة، وكان قارب عليه الصلاة والسلام. فإذا الآن عملنا يكون على بناء على أن الحال وهو الآن يعتمد، فيقول الشوط الأول، الشوط الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، سبعة أشواط وهو يقوم في الطواف. وبعد ما ينتهي يصلي ركعتين الإحرام، ركعتي الطواف، وهكذا. فما هي الأمور التي نستفيدها من هذا المظهر الإسلامي العالمي الذي يجمع المسلمين ويوحدهم وهم يقومون بأداء هذه العبادة؟ يعني كما قال، هدف في حقيقة الأمر مؤتمر إسلامي عالمي، الهدف منه بجانب تأدية هذه المنافذ، المسلم يحمل فكرة، يحمل رسالة في ذلك المكان، هو مكان لتعظيم شعائر الله عز وجل، هو مكان للتقوى، تحقيق التقوى، والإنسان لما يلبس هذا اللباس يتذكر إقباله إلى الله عز وجل، ولو ترك الدنيا يخلص لله عز وجل في عمله، لا يبتغي رياء ولا يتشاعر في الدنيا. يعرف الدنيا الان كثيرا للاسف الهواتف الموقوده التي يحمل كثير من الناس تشغلهم عن العبادات، وزينه الدنيا تتزين وتشغل كثير من الناس عن الاقبال الى الله عز وجل. الانسان لما يحرم كاد يتشاعر في التهميه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفي طريقه حتى يرى البيت، ثم يتشاغل الطواف ويدعو الله عز وجل: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار مما يكون الدعاء. ثم لما يصلي الى ركعتين يدعو الله عز وجل باي مكان في الارض، اي زائر، يعني بعض الناس يصلي الذي خلف مقام سيدنا ابراهيم يوم زي النار، في اي مكان في الارض يصلي. الانسان لما يتيسر الحال لا يؤذي احد او لا يكون يتسبب في اعاقه طواف الناس او حركه الناس. لله الحمد الحرم واسع، ويختار لنفسه مكان الذي لا يؤدي الى ضرر. ثم بعد ذلك يذهب السعي في هذه اللحظات، يتذكر ان الله شرع هذه العباده، وان هذه العباده يرغب فيها الله عز وجل، وانه اقبل وكانه في المحشر، وكانه يحاسب عند الله عز وجل. فبالتالي بهذه اللحظات يغلق نفسه ربا عظيما لله عز وجل الرقيب عليه في كل لحظه. لا شك ان الانسان قد يلتقي باناس يقعون في معاصي وفي اخطاء بنصحهم قد استطاعته، لا يضيع الانسان ولا يحرم نفسه من فضل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الاخرين. اذا رايت منكرا وانت قال على تصحيحه ذاك اكتسب اجرا ثوابا عظيما، لان الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين